جاء هذا اللقاء الصحفي طبعا بعد وضع الترشيحات على مستوى جماعة أكادير حزب الاستقلال وبالنسبة للجهة وأيضا بالنسبة للبرلمان. و يعني كان هذا اللقاء الصحفي فرصة مناسبة لإطلاع الساكنة على وكلاء اللوائح وعلى من سيمثلهم غدا إن شاء الله على مستوى جماعة أكادير وعلى مستوى الجهة وعلى مستوى البرلمان طبعا الذي أتشرف بكواكيل لائحة. وعلى المستوى الجماعي جماعة أكادير محتاجة اليوم حزب الاستقلال، محتاجة الكفاءات حزب الاستقلال، محتاجة المتخصصين الخبراء حزب الاستقلال، محتاجة أيضا للمناضلات ومناضلي حزب الاستقلال اللي عندهم قرب الساكنة. وجاء هاد الخطوط العريضة اللي تم العرض ديالها لبرنامج انتخابي واقعي مبني على نبض الشارع، على أيضا تشخيص دقيق لحاجيات الساكنة بجميع أحياء ديال أكادير، واللي كانت طبعا بعد واحد الوثيقة اللي اشتغلنا لمدة شهور على جودة الحياة بالمدينة، واللي أعطتنا اليوم 6 محاور كبرى و33 إجراء قابل للتنفيذ، واللي كيلتزم به حزب الاستقلال إن شاء الله في إن شاء الله في يوم تحمل المسؤولية على مستوى الشأن المحلي. وشكرا جزيلا. إذا كنت من متابعين الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. قناتكم ماروك نيوز.